خمس سنوات مضت ولا زال، خمس سنوات أسالت الكثير من الحبر والدم والدمع ولا تزال. حرب سخرت لإيقافها هيئة عليا للمفاوضات، وعين من أجلها كبير المفاوضين، وأرسل لإطفائها مبعوث دولي. حرب تركت بصماتها مقترنة باسم جنيف، جنيف واحد، جنيف اثنان، جنيف ثلاثة. لكن كل هذه المصطلحات التي استنشقها السوريون وسممت يومياتهم منذ أكثر من خمسة أعوام لم ينبعث منها بصيص أمل لإنهاء مأساة طال أمدها. لسنا اليوم هنا بصدد الحديث عن أرقام ولدت من صلب حرب أتت على الأخضر واليابس. الإحصاءات أصبحت بلا طائل، وحجم المعدود فاق ما يمكن تحمله. لن نتحدث اليوم عن المخططات ولا عن المفاوضات بجميع أشكالها، فقد أفرغت مصطلح الحل من فحواه. من خلال سلسلتنا الجديدة هاشتاغ حلول، اليوم لن نتحدث مطلقاً، اليوم سوف نصمت، نصمت ونستمع، نستمع لغير الساسة. الكلمة اليوم لأصوات ليس من المعتاد الإنصات إليها. الكلمة اليوم لأشخاص يرون الحل بعيداً عن جنيف وموسكو وواشنطن، بعيداً عن دمشق وطهران والرياض. فلنستمع لعل وعسى. نرحب بدايةً بمن وجدوا في الموسيقى حلاً لمتاهات بلا حدود، بمن خرجوا من وطن علقوه على خشبة، حملوا على أكتافهم آلات موسيقية، سكنوا نوتات حتى لا يغيبون في صمت، بعثوا أرواحهم في كورال. ضيوفنا يؤمنون بأثر الموسيقى على كل ما هو حي يرزق، يعزفون على الروح كعزفهم على آلاتهم. ميساء الحافظ وكورال موزايك. ونمشي بالشوارع ولاقي الناس كلها اجت من كل الاطياف، كلهم عم يمشوا بالساحات،
ويغنوا لو 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 لالي لو 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 لالي الله محيي شوارعك يا بلادنا معمورة لو 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 حي شوارعك يا بلادنا المعمورة يا صوت عالي واركب جناح الهوى أدني خبر سلم لنا أهلنا يا غربتي اللي ما ينفع فيها الدوى إلا الحبايب والصغر بديارنا إذن شكراً لميساء الحافظ وفرقة كورال موزايك، شكراً. يقول يا أيها الوحي اقرأ باسم من قتلوا باسم الورود التي في مطلع العبق. عندما تخوض الشعوب تحديات كبرى لابد أن تنتج أدباً على قدر هذه التحديات، وهذا ما يحاول فعله قائل هذه الأبيات. يحاول أن يكتب بلسان أهله ويخاف ارتباك يد قد حولت حلماً لكن أصابعها تاهت بمفترق. هو الذي سار فوق الماء في ثقة يقول إني بغير الماء لا أثق. الشاعر محمود الطويل. لذات الجوع تأخذنا المنايا لنصلب مرتين على المرايا. لذات الجوع تأخذنا المنايا لنصلب مرتين على المرايا لننفى مرتين بدون زاد لنفرح حينما ندعى ضحايا. لتأكلنا حكايانا ونسعى نعلم غيرنا جوع الحكايا. لنعرى قبل فردوس محال لنلبس ما يزيد من الشظايا.
لنعلم أن وحيا لم يزرنا، قصاص نحن والدنيا خطايا، نحاول أن نكون بلا سماء لأن الله لم يرضى الهدايا. على جوع المخيم قد ولدنا ليشبع آخرون من القضايا، كأن الغوطتين بلا هواء، كأن الزرع لم يعرف مضايا. لنا جوع، لنا غرق طويل، وبرد يستريح على الحنايا، لنا صوت القذائف، صوت أم يكنسه فيعلق بالزوايا، لنا صمت المراقب حين نبكي يحاسبنا على سوء النوايا. قبيل الموت يغدو الطفل كهلا، فيسرق موته منا الوصايا، كأني قد ولدت أبي وأمي، وأغرى الموت شيبي في صبايا. أحاصر مرتين يجوع قبر ولم يرضى، ولم أرضى ولم يرضى سوايا. سنبقى جائعين، سنبقى جائعين، فلا تلوموا، بقايانا ستجعلكم بقايا. السلام عليكم. ليلة الأربعاء 21 من آب 2013، أعتقد أن التاريخ محفوظ لدى الكثيرين. لن أتحدث عن من قتلوا بالسلاح الكيماوي، سأتحدث عن من نجا. لن أتحدث عن من قتل بالبراميل المتفجرة، سأتحدث عن من نجا. لن أتحدث عن من قتل تحت التعذيب، سأتحدث عن من نجا حتى الآن. لن أتحدث عن من قتل تحت الحصار جوعا ومرضا وبردا، سأتحدث عن من نجا حتى الآن. كل الذين نجوا لا يعنيهم أي حل إن لم يبدأ بمحاسبة نظام الأسد على كل الجرائم التي ارتكبها، ومحاسبة كل من أوغل بدمائنا. عندما يشعر الناس أن أحداً قد انتصر لأجلهم، وأن العدالة تنصفهم، يبنون وطناً حراً عزيزاً عادلاً، ولا يتحولون إلى قنابل موقوتة لا ندري أين ومتى ستنفجر. إن العدالة حق لهذا الشعب وليست مطلباً، لأن ثورته ثورة حرية وكرامة وليست ثورة جياع، ليست أزمة سياسية ولا حربا طائفية ولا صراعا على مناصب، إنها ثورة شعب أبى إلا أن ينتصر. في البدء كان الطفل يرسم حلمه فوق الجدار، في البدء كان الخوف نارا فرغ الجندي مخزنه بنا، فصار صبر الناس نار. كنا نغني قرب ألحان القذائف، وسط ضحكة خائفين وفوق أنغام الحصار. كان الهواء محملاً بالموت لا بالأكسجين، نام كل الجائعين ولاعب الموت الصغار. كانت غيوم بلادنا مملوءة بالقتل تمطر، بين برميل وبرميل ترى وطنا كلغم جاهزا للانفجار. في شرفة البيت المدمر جدة قالت بلهجتها لطيار سيلقي، مهما قصفت ودمرت ما بتنخرب هالدار، حيطانها عشق بعشق والسقف شو خبى حكي وأسرار، ملعون بيك يا ولد ما بتنقصف هالدار. لا حل للمأساة إلا حين تعتذر الرصاصة من دمي، لا حل للمأساة إلا حين تعتذر الرصاصة من دمي. سيظل يرعف جرحنا حتى نحاسب كل أنواع الرصاص، لا حل للمأساة إلا حين ينتصر الذين بسجنهم دفنوا،
وكانوا يرسمون الشمس سرا، يحلمون بأمهم صلت لفجر سوف يأتي بالخلاص. لا حل للمأساة إلا حين يعلم حاكم أن العدالة سوف تنصر طفلة قتلت، تحاكمه أمام جميع من قتلوا اشتياقا واختناقا، حين يعلم أن جوع الناس يأكله وأن الناس منتصرون حتما لا مناص. لا حل للمأساة إلا حين نعلم أن كل دمائنا ليست تجف بلا قصاص. شكرا. شكرا، شكرا جزيلا للشاعر محمود الطويل. جاءت تحمل لكم عطر درزور وتحييكم بكل اللهجات السورية. ترى الحل في احترام كرامة الإنسان، تهتف وتقول الله سوريا حرية وبس. بيان العثمان. مرحبا، ممكن تقولوا لي كيف كنا نسلم على بعض بسوريا؟ مرحبا، كيفك؟ حيو. السلام عليكم. هاي. طيب، رح سلم عليكم من جديد. مساء الخير، مرحبا، يسعد مساكن، حي الله، السلام عليكم. عم سلم عليكم بكل التحيات اللي ممكن تسمعوها إذا كنتوا بسوريا. سوريا الغالية، الغالية كتير. طبعاً قبل الثورة كانت هالتحيات اللي عم مسيكم فيها مو شرط تسمعوا الوحدة منا حسب مدينة معينة أو دين معين أو عرق معين أو طائفة معينة. يعني كان ممكن السوري المسيحي يقلك السلام عليكم، وممكن السوري السني ابن الشام يقلك حي الله. كان ممكن السوري الأرمني يدخل عزب بخص رفقاته السورية السنة ويقرأ معهم الفاتحة على روح المرحوم. وكان السوري السني ممكن يقلك والله يا خي ما زبطت معي هالشغلة إلا بمية يلا ويا علي. كانوا السوريين المسلمين يدخلوا أي كنيسة مع رفقاتهم السوريين المسيحيين ويشعلوا شموع سوا ويدعوا الله. المصايب تلم هيك بيقولوا. كشعب سوري كان جامعتنا مصيبة واحدة، هي النظام الأسدي المستبد. كنا عايشين تحت ظلم نظام من أبشع الأنظمة اللي ممكن تحكم بتاريخ البشرية. ما رح أحكي كيف حكم الأب وكيف حكم الابن، ولا رح أحكي عن تاريخ النظام بالاستبداد، ما رح أحكي عن مجزرة حما، ولا رح أحكي عن المعتقلين الأطفال والنساء والشيوخ والرجال واللي كانوا يرجعوا لبيوت أهليهم جثث أو يتغيبوا وما حدا يعرف عنهم شيء. وإجا آذار 2011 وبلشت الثورة السورية، وقال الشعب السوري كلمته، قال لا بوش الظلم، قال لا لسوريا الأسد، لأنه سوريا للشعب السوري ما هي لبيت الأسد. قال الشعب السوري الله سوريا حرية وبس. حرية يا وألف ياها على هالكلمة، كلمة جديدة علينا ما تعودناها، كلمة جديدة على قاموس مفرداتنا، بكل أسف كلمة ما عرفنا نعيشها. اللي كان يشكي من ظلم نظام طاغي وحاكم مستبد وكان بده يخلص من قيود هالنظام المفروضة بالقوة، الظهر ما قدر إلا أنه يستبدل هالقيود بقيود جديدة وهي قيود الأسلمة. بدكن سلاح لتكملوا الثورة؟ نعطيكن سلاح بس بشروط. شروط إسلامية، لبس محدد، شكل محدد، رأي محددة، تصرفات محددة وأفكار محددة. وطبعاً ما أكثر اللي رح أقوله إيه موافقين. أبشع أصناف البشر هن تجار الحروب، وما أكثر تجار حربك يا سوريا. ما ضل اسم فصيل ما سمعنا فيه، ولا ضلت أفكار شيطانية عم تتطبق باسم الدين. ما أبشعكم يا تجار الدين. كنتوا تشتكوا من شي كان مفروض عليكم بالقوة، هلأ أنتوا عم تساووا نفس الشي مع أولاد بلدكم وأولاد ثورتكم. صح سوريا غالية،
بس سوريا ما طلعت غالية بغلاوة مطامعكم الشخصية والمغلفة بغلاف الدين. الثورة السورية جمعتنا، بس هلأ رفقات المدرسة الوحدة صاروا مشتتين بين شهيد ولاجئ ومعتقل وداعشي وجبهة نصرة ومنتمي للكتيبة الفلانية وتابع للفصيل الفلاني. الكرامة الإنسانية هي هدف ثورتنا، صح؟ صح؟ إذا فرضنا هلأ أنه بسبب من الأسباب خلصت الحرب بسوريا وبدنا نرجع لسوريا، للأرض، للمكان اللي جمعنا كسوريين، بدنا نرجع نعيش بكرامة إنسانية. الكرامة الإنسانية اللي هي هدف كل الشعب السوري الثائر، شيوعي وملحد وعربي وكردي ومردلي وآشوري وأرمني ومسيحي وتركماني وشركسي وعلوي وشيعي وسمعولي وكردي وسني. نسيت حدا؟ ودرزي. كل الشعب السوري نادى، الثائر نادى بالكرامة الإنسانية. بس فينا نحدد كرامة مين؟ مين من هالفئات؟ فئة من سوريا بدها تاخد الكرامة وباقي الفئات تنحرم هالكرامة، ليش؟ بس للاختلاف بالمعتقد الديني أو الانتماء الإثني أو الفكر السياسي؟ ما كلنا سوريين، هن سوريين مثلي مثلهم وحقهم أنه يعيشوا بكرامة، كرامة محفوظة بدون أي انتقاص من معتقد إنسان أو فكره أو انتمائه. لا حل المأساة السورية إلا باحترام الآخر، باحترام كيانها الإنسان السوري شو ما كانت بيئته وطايفته وفكره ومعتقده. لا حل المأساة السورية إلا بالعودة للهدف الأساسي للثورة السورية، الكرامة الإنسانية لكل الشعب السوري، الكرامة الإنسانية لكل السوريين اللي قالوا لا لظلم نظام الأسد الطاغي. كل الشعب السوري ما بينذل. شكرا. شكرا بيان العقلان. يا أيها الذي يسافر في دمي مسافة الضوء والقصيدة، أنت الذي قلت تجيء ولا تجيء، أنت الذي لا تجيء كما البحر حين تشده الرمال والموانئ سكرى بالوداع. من يطعم قلبي زهرة وقصائد؟ من يطعم عشقي قبلة ويسافر؟ ضيفنا قدم من ألمانيا، شاعر وأديب وباحث سوري، مفكر وعاشق، عنيد كالريح وكالجبال يشمخ على الضيم يكابر، يطهر جروح روحه بالملح من وراء الفجر الذي طالما انتظره في غربته. ضيفنا يصرخ ويقول سيولد النهار ويرحل الظلام، الشاعر والباحث السوري رئيس الرابطة المهجرية للإبداع المشرقي الأستاذ إسحاق قومي. هي يا شام يا أم الضفاير، هي يا شام يا أم الضفاير، انت حروف الكون الاولى اسمك باقي سوريا، انت حروف الكون الاولى اسمك باقي سوريا، مجد الله وفجرك طل اسمك باقي سوريا، لا تصدقي نحن نخونك، لا تصدقي نحن نخونك، نحن جبالك سوريا، نحن شبالك سوريا، تلقينا بعهد الأيام، تلقينا بعهد الأيام، شربنا كاسك من زمان، شربنا كاسك سوريا، شربنا كاسك سوريا، انت حروف الكون الأولى اسمك باقي سوريا، مجد الله وفجرك طل اسمك باقي سوريا. حل المسألة السورية لا يكون إلا بأن نولد من جديد، نتعمد بترابها، بدمارها، بكل هذا الخراب، بكل هذه التضحيات، الجسام. شكراً
لدماء شهدائنا كفة، كل الشهداء بدون استثناء إنهم سوريون، سوريون بامتياز. لا يكون إلا بأن نولد من جديد من عنفوان بهجتها، من مستقبلها. اسمحوا لي أن أقول أننا أمام مأساة سورية، يجب أن نترفع عن كل الشروط المسبقة لدينا، جميعنا جميعنا أن نضع كل شروطنا على جنب ونقرأ هذا الدمار وهذا الخراب، هذا الإنسان الذي ضحى، إنها سورية. لذلك أرى أن نقرأ البعد المأساة السورية في بعدها الثلاث، لا بل الأربعة، في بعدها التاريخي، في بعدها الديني المذهبي، لنكون صادقين مع أنفسنا قبل كل شيء، لنتعرى أمام الواقع وأمام الشمس، نقول الحقيقة ولا نخشى أحد، نقول الحقيقة ولا نخشى أحد. يجب علينا أن نقرأ تاريخها وتاريخ المسألة السورية في جذورها البعيدة. يجب أن نقرأ الجيوسياسي للموقع السوري من العالم، هذا مهم جداً. يجب أن نقرأ قراءات حديثة للمتغيرات العالمية والمصلحية. يجب أن نقرأ الجانب الإصلاحي في الداخل السوري. يجب أن نقرأ كذلك العلاقات الخارجية في السياسة الواقعية وليس السياسات المتخيلة. ولهذا أرى أننا كسوريين جميعنا كجسد واحد أن نقر بأن هناك وحدة الأرض السورية، نؤكد على وحدة التراب السوري، نؤكد على وحدة التراب السوري، نؤكد على أن تكون الدولة القادمة المولودة من هذا الدمار دولة القانون ودولة الدستور، دولة المساواة والحرية، دولة التي تسعى للحق والخير والجمال والمساواة، دولة التعددية، دولة علينا أن نقر بأن هذه الدولة يجب أن تقوم على مقومات عدة. هذه المقومات من جملتها إحداث نظام تعليمي شامل وإصلاح الشرق، ضرورة هامة لحل المسألة السورية، لارتباط المسألة السورية بالشرق. فمن يظن بأن المسألة السورية ستحل من السوريين، أقول له عفواً، إن إصلاح الشرق والخطاب الديني والسياسي والمذهبي الشرق أوسطي ضرورة حتمية لحل المسألة السورية. من هنا نجد أننا أمام واقع وأمام مجموعة مفردات وأبجديات مختلفة، علينا أن نتوحد جميعاً في صياغات جديدة للمستقبل، لنبني هذا الدمار، لنولد من هذا الدمار. سوريا لن تولد إلا بإرادة صادقة، إرادة واقعية وموضوعية. بالتخيلات والانفعالات لا تولد سوريا الجديدة، صدقوني لن تولد سوريا بالانفعالات. دعونا نتعرى أمام الشمس، وهناك حقائق مختلفة. علينا أن يكون هناك منهاج تربوي قادر على إنشاء جيل جديد يقرأ المتغيرات، يؤمن بالإنسان كافة المكونات. واسمحوا لي أن أعدد المكونات السورية. كفانا خطاب الأحادي الجانب، كفانا أن نؤمن أننا فقط عرب في سوريا. هناك المكون الكردي، وهناك المكون السرياني الآشوري، هناك المكون التركماني، هناك المكون الأرناؤوطي، هناك التشاشاني والتشركسي، كلهم سوريون ولهم الحق. ومن يقول ليس لي إلا أنا فهو خاطئ. أنا أقرأ المتغيرات السورية، أقرأ المستقبل السوري على أن نقر بهذا في دستور جديد يولد من مآسينا. واسمحوا لي كذلك أن أعبر عن قلق جالية كبيرة، مكون أساسي أصيل في سوريا هو المكون السوري. أن تصحر سوريا والشرق الأوسط من المكون المسيحي هو قاب قوسين، قاب قوسين، هذه حقيقة ما لم نقرأها جميعاً، والضرورة لإيجاد حل هذا. اسمحوا لي أن أقول، تركيا العثمانية أعطت جبل لبنان قبل 200 عام حكم ذاتي، ونحن في القرن 21، ألا يحق لهذا المكون الأصيل السوري وقلقه مشروع، ألا يحق أن يكون له حاضرتين؟ إذا اتفق السوريون جميعاً على إعطاء تسميات إدارية جديدة، أن يكون وادي النصارى وهناك وادي الخابور، أن يعطى هذا المكون المسيحي في هاتين المنطقتين. وأدعو إلى تجمع المكون المسيحي لترشرذمه في كل أنحاء سوريا. إذن نحن أمام مسألة هامة، أولاً الواقعية السياسية رجاءً،
الواقعية السياسية من الضرورات الحتمية لحل المسألة السورية. المسألة السورية لا تحل بخطاب للبطل الثوري، فالبطل الثوري قد مات، البطل الثوري قد مات. نحن الآن أمام شعب يولد من هذا الدمار، ولتحيا سوريا، يحيا الشعب السوري بكل مكوناته. تحيا سوريا، تحيا سوريا، وشكراً. إذن شكراً جزيلاً للأستاذ إسحاق قومي. في الموسيقى والإخراج وجد ضالته، في السينما والمسرح يتوه، يرى في التعصب المشكلة القصوى، وفي مشاطرة الأفكار حلاً للمأساة السورية. اليوم سوف يشاطركم رؤيته لما يراه بداية للحل في سوريا. ماركو الأيوبي، تفضل. مساء الخير للجميع. لا شك أن الحل في سوريا أو سبب المأساة في سوريا هو نظام بشار الأسد، يلي جلب لنا الإرهاب، يلي جلب لنا القاعدة، يلي جلب داعش، يلي جاب الروسي، وسبب كل هالمشاكل في سوريا. طبعاً لما بدنا نقول حل في سوريا لازم نفكر أول شيء بعوائق هذا الحل. برأيي العائق الأول والأهم هو مسألة التعصب. للأسف التعصب ممكن الناس تنظر له كنظرة عادية، ولكن بشكل عام إذا بننظر من بعد الحرب العالمية الثانية لليوم، في مئات بل ملايين الناس يلي قتلوا وقضوا جراء التعصب. مشان هيك يا جماعة لازم كلياتنا نوقف وقفة واحدة ضد التعصب، أي تعصب كان، تعصب فكري، تعصب عرقي، تعصب أدبي حتى، أي تعصب إن كان، لأنه هي آفة عم تفتك بالمجتمع. ما له موضوع بسيط، في قتل، في دماء تسيل، في حروب أهلية. فأفضل حل إنه نوقف كلياتنا إيد واحدة ضد هذا الموضوع. إذا بدنا نتعصب رح نتعصب لموضوع واحد بس، هو إن نحن شعب واحد، بلد واحد، حر، مستقل للجميع. هذا التعصب الوحيد اللي مسموح فيه، غير هيك لا، غير هيك بلدنا رح تتهدم، غير هيك ما رح نقدر نبني إنسان، غير هيك رح نتعذب كتير ورح نضل بالمآسي ورح تستمر المأساة. بشكل عام لازم نحن كشباب نبادر بكتير مبادرات شبابية، مبادرات ولو كانت بفكرة بسيطة. مشان هيك، مشان ما نضل عم نحكي مجرد كلام عادي وكله قال وقيل، أنا رح أبدأ بنفسي اليوم وأعلنها على الهواء مباشرة عبر مناظرة. رح أنشئ موقع إلكتروني أو منصة، خلينا نقول هي بنك للأفكار، تحت تسمية فكرة لسوريا. كل واحد فينا ممكن يحط أفكاره فيها. يعني نحن في عنا حاليا سلاح كتير مهم، إنه كسوريين منتشرين في كل أنحاء العالم، بتحدى سوري واحد ورا الشاشة أو من الحاضرين ما عنده أهل أو أقارب أو جيران أو أصدقاء أو معارف في دول خارجية، كلياتنا عنا ناس برا بالملايين، مو شخص أو شخصين أو ثلاث أشخاص أو أربع أشخاص. هدول الناس عم يخرطوا بالمجتمع، عم يتعلموا لغات، عم يكسبوا ثقافات الآخرين، عم يتعلموا أشياء جديدة، براسهم أفكار كتير، أفكار كبيرة. بالتالي كل شخص من هدول الناس ممكن ناخد منه فكرة بسيطة، أو ممكن يدخل على الويب سايت يحط فكرته بكل بساطة. في لجان بتطور هاي الفكرة، بتدرسها، بتحط إيجابيات أكثر عليها. فممكن أنت من فكرة كتير صغيرة تساعد ولو كنت بمكان بعيد. هاي الأفكار في منظمات إنسانية ومنظمات عالمية راح تدخل تتبنى هاي الفكرة وتدعمها وتمولها. فبالتالي أنت من وراء فكرة كتير صغيرة قدرت تعمل شيء، قدرت توقف مأساة شعب، قدرت توقف قتل ودمار وذبح. أنت كفرد نفسك قدرت تساوي كل هالأمور. فمشان هيك كلياتنا لازم نحاول نوقف مع بعض، نساعد بعض، نشتغل مع بعض، ندعم بعض ولو بأفكار بسيطة. فكرة صغيرة من شخص واحد ممكن تعمل كتير يا جماعة، ممكن تأسس لموضوع كتير مهم. ما بدي أضرب أمثلة بالتاريخ عن الناس اللي من أفكار كتير بسيطة قدروا يعملوا. ونحن حالياً في عنا ظرف، في عنا مآسي، في عنا لاجئين، قضايا لاجئين وانخراطهم بالمجتمعات الأخرى، مع عدم نسيان القضية السورية والحلول لها بشكل عام. فكلياتنا لازم نكون إيد واحدة لنعمر بلدنا بشكل عام. نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب. شكراً. إذن شكراً
شكرا لماركو الأيوبي. ابنة الفنون والمهن، رأت الشام في بسمة لاجئة سورية على أراضي المملكة المغربية، تأثرت ببسمة لا تنطفئ على شفاه من عاشوا أقصى الظروف، وجاءت اليوم من المغرب لتسمعكم صوتها ورؤيتها للحل، وهذا أضعف الإيمان كما تقول. سامية صليحي من المغرب، تفضلي. ناديت والعالم سمع صرخة وطن موجوع، والشعب عن صمته طلع دمك سلف مدفوع، لاجل الكرامة والشرف شعب انتفض شعبي هتف، شوف الشهيد اللي حلف بالله ما في رجوع، بالله ما في رجوع. سلامي إليك يا شهيد الكرامة، سلامي إليك يا بلاد الشام، يا أرضا لم تعد تعرف السلام. سلامي إلى طفل بكى جوعا وظلما وقهرا، سلامي إلى لاجئ رحل وارتحل نحو مجهول ليس له مفر. وكيف يصلك سلامي يا بلاد العرب وأنت أسيرة آلامك؟ مأساتك يرويها رئيس تشبث بالحكم وتصدى لمطالب الحرية، ثورتك السلمية أصبحت حربا طائفية، ودول تدخلت بالحروب بالطائرات الحربية، دول تدخلت بالطائرات الحربية ضد تنظيم الدولة الإسلامية لإنقاذ الشعوب الغربية. وأنت من يحميك يا سوريا؟ وأنت من يحميك يا سوريا؟ من يحميك؟ وقد صرت وجهة لكل من أراد فسادا في الأرض بكل وحشية. من أين يأتيك السلام؟ من أين يأتيك السلام؟ وجمعة كرامتك جعلوها جمعة مجزرة أطفال الحرية. من أين يأتيك السلام؟ من أين يأتيك السلام؟ وقد شنوا عليك حروبا دموية، يقتلون ويدمرون. نعم، الدمار في كل مكان، وأين الإنسانية؟ حتى قيل أنك خراب بعيد فجرك يا سوريا. كفانا تأسفا وتألما، كفانا سكوتا وسكونا. سوريا اليوم تنتظر مني ومنك حلولا، سوريا اليوم تنتظر الحلول، ولا حل للمأساة السورية إلا إذا تكلم ضمير الإنسانية وتدخل المجتمع الدولي لوقف المعارك الدموية بحظر كل الأسلحة الحربية. سوريا اليوم تحتاج إسقاط نظام الأسد، نعم تحتاج إسقاط نظام الأسد ومحاسبته عن المجازر التي ارتكبها في السنوات الماضية. تحتاج وحدة عربية ضد الجماعات الإرهابية لإنقاذ ما تبقى من الطفولة السورية. سوريا اليوم تحتاج اتحاد جماهيرها ضد العدوان، التحام فصائل المعارضة قبل فوات الأوان، لتشكيل حكومة جديدة ترضي جميع الألوان، مبنية على المصالح الوطنية والشفافية. سوريا اليوم تحتاج منكم أنتم أن تشكيل وحدة وطنية، مهما قتلوا ومهما دمروا فصمودنا هو العنوان، أرادوا فرقتنا لكننا متحدون إخوان. سوريا اليوم تحتاج منكم رؤية جديدة، ولا حل لمأساتها إلا بشد الزمام ضد كل تواطؤ خارجي، خصوصا من روسيا وإيران، لأن السوري وحده
سيد المكان، له الحق في الأمان، هو الحاكم على أرضه، يختار رئيسه بكل ديمقراطية وأمان. شكراً. إذن شكراً جزيلاً لسامية أصليحي من المغرب. بأصابع ذكية امتهنت السهل الممتنع، وضعت نقطة راقصة على ورقة بيضاء لتكتب وترسم قصصاً تجعلك تتمنى لو عدت طفلاً. ضيفتنا تلملم جراحها في ورشات تزرع من خلالها البسمة على شفاه البراعم، ورشات رأت فيها الحل لامعاً في عيون أطفال لا يريدون سوى وطن يتسع للجميع، أما هي فتريد أن يستعيد طفولة سلبت منهم. الكاتبة والرسامة جولنار حاجو، تفضلي. كان يا مكان بقديم الزمان وبسارف العصر والأوان، لحتى كان نحكي ولا ننام؟ نحكي. كان في نقطة، كانت هالنقطة ساكنة على دفتر أبيض لأربعين سنة، وبيوم من الأيام قررت إنه تتحرك وقامت عملت خط مستقيم. شافوها نقط من بعيد وإجوا لعندها، وقفوا مع بعضهم أربع نقط، عملوا شكل كتير حلو، عملوا مربع. أربع نقط تانيين عملوا شكل تاني مستطيل، وثلاث نقط عملوا مثلث. ضلت هالنقط تجي وتتجمع، تجي وتتجمع. وحدة من هالنقط داخت وصارت تدور تدور تدور، وقامت عملت شكل بياخد العقل. شو هو؟ دائرة. وقف المثلث مع المربع، قام طلع شكل بيشبه البيت. اجتمعت كل هالأشكال مع بعضهم وبلشوا يعملوا أشكال. عملوا بنايات حديثة، وعملوا مستشفيات ومدارس نظيفة وحلوة، وعملوا حدائق فيها شجر وورد وزحاليط ومراجيح. ظلت هالأشكال تعمل أشكال، والنقط تتجمع وتتجمع وتتجمع. مجموعة من النقط عملت بنت، ومجموعة تانية عملت صبي، وصاروا رفقات. كل يوم هالبنت والصبي يفيقوا الصبح ويروحوا على المدرسة، بعدين يلعبوا رياضة وينزلوا عجنينة. كل يوم كل يوم كل يوم، وهالنقط عم تتجمع وهالأشكال الجديدة عم تطلع. وبيوم من الأيام وهن وهالولاد عم يلعبوا، إجا ليل أسود كتير كتير أسود، وبلشت تطلع صوت انفجارات كتير قوية كتير كتير قوية. النقاط تفرقت والولاد خافوا كتير، صاروا يركضوا بدهم يروحوا على البيت، صاروا يركضوا يركضوا يركضوا. سمعوا صوت انفجار، لقوا شجرة تخبوا تحتها. ما في خمس دقايق صوت انفجار تاني، فتحوا عيونهم وإذ الشجرة محروقة. قاموا بدهم يكملوا الطريق، بدهم يروحوا على بيتهم. ضلوا يمشوا يمشوا يمشوا، وصلوا على البيت بس ما لقوا البيت، كان مدمر. ما في حل للمأساة السورية إلا بزوال الطغيان والتمسك بالحياة. الحياة لسوريا بالنسبة إلي هي أطفال سوريا. أطفال سوريا رغم المعاناة اللي عانوها، بس لسه في بقلبهم مساحة بيضة قادرة أنه تنملى بالألوان والأحلام. الدمار النفسي اللي بيعيشه الطفل على قد ما بيبين أنه كبير، بس هو قابل أنه يزول بسرعة، والعمل على بنائه هو العمل على بناء مستقبل سوريا.
كل واحد فينا من مكانه إذا أدرك إنه هو عايش بيقدر يبث الحياة لمجموعات صغيرة حواليه. سوريا هي سوريين. سوريا بتضل عايشة إذا ضلوا ناس عايشين. وكل سواد مقابيله في بياض. قررت الدائرة إنه تصير قمر يضوي الليل الأسود. وبعد ما لعب الولاد تعبوا وراحوا على بيتهم ليناموا. وتوتة توتة ما خلصت الحتوتة. شكرا جزيلا جولنار حاجو على هذه القصة الجميلة. يعتبر نفسه صوتا خافتا ونعتبره صوتا موجودا مهما خفت. لا يرى الحل إلا حول طاولة الحوار، حوار بين كل الأطراف المتنازعة، حوار منزوع السلاح. أيوب بن غادة من الجزائر. مساء الخير. لا حل للمأساة السورية إلا بالجلوس على طاولة الحوار، لكن لكي تدرك هذا عليك أولاً أن تتخلص من طائفيتك وأن تنزع كل الحقد والرغبة في الانتقام الموجودة في قلبك لكي لا تتشوه الصورة لديك. لا حل موجود سوى هذا الحل، وهو السبيل الوحيد، الحل العسكري. إلى متى وإلى أين؟ ما دامت المعارك متكافئة، هذا مدعوم من هؤلاء والآخر مدعوم من أولئك، وكل الداعمين لن يفرطوا في مدعوميهما طبعاً حفاظاً على مصالحهم الخاصة، فلن يأتي الحل العسكري بشيء إلا المزيد من الدماء والتهجير والدمار كما تشاهدون في هذه الصور. كيف نصل إلى هذا الحل؟ الجلوس على طاولة الحوار. أولاً أن نعتمد على الضغط الشعبي في الداخل السوري. المظاهرات هناك لا زالت تملك تلك القوة والتأثير على الأحداث بالرغم من كل شيء. ثانياً على المقيمين في الخارج من المثقفين أن يؤسسوا لمبادرات وحركات لدعم هذا الهدف، وأن يروجوا إعلامياً ويرشحوا سياسيين وطنيين ومتمكنين لهذا. ثالثاً على المجتمعات العربية خاصة التي تعيش تحت سقف لا بأس به من الحريات، عليها أن تضغط على حكوماتها لتجعلها تنضم إلى الداعمين لإقامة هذا الحوار الجاد، وأن تعترف بنتائجه. ولم لا يقام في أحد هذه الدول الشقيقة كتونس على سبيل المثال. رابعاً، يمكن أن يكون للمنظمات الدولية دور إيجابي ولو أننا لا نعول عليها كثيراً. بعد هذا ننتظر أن يخرج لنا ممثلين لكل أطياف وتوجهات الشعب السوري بدون إقصاء، بدون إقصاء لأي أحد، أن يجتمعوا تحت ظل الثقة المتبادلة، تقديم التنازلات، تغليب مصلحة سوريا، الرمي بكل الأجندة الخارجية بعيداً، وإذابة كل الصراعات الموجودة على أي أساس كان، سواء ديني أو عرقي أو أي أساس كان. ننتظر بعد هذا خطة طريق للمرحلة القادمة من تأسيس مجلس وطني مؤقت لتسيير البلاد، ومن محاكمة كل المتسببين في هذه المأساة محاكمة عادلة وشفافة ومتلفزة ليشاهدها الجميع.
ويا ليت تكون من السوريين أنفسهم. في حال قام أحد الأطراف برفض الحوار أو انسحب وأصر على حمل السلاح، هنا يجب على الجميع أن يتوحدوا لمحاربته، وأن يتوفر الدعم المادي واللوجستي والشعبي لهذا. وفي الأخير سوريا اليوم تنهار، لا حل إلا أن ننزع السبابة من على الزناد، أن نوجه السلاح نحو الأرض، وأن نجلس حول طاولة مستديرة لنتحاور، إما أن نعيش معا كالإخوة أو نهلك جميعا كالحمقى. وشكرا. إذن شكراً أيوب من الجزائر. ممثلان يحلمان بخشبة في سوريا يقدمان عليها عملاً يشبه الناس. شكلا فرقة خطوة الفنية التي قدمت العديد من الأعمال والمسرحيات الصامتة، لأن القضية التي يؤمنان بها تجاوزت اللغة. يوسف بكر ومحمود بكر. شبك عمي ابو النوس؟ عشو عم تدور؟ لك فتلت الدنيا كلها وما كنت لاقيها. شو هي؟ لك جريدة اليوم. يا ربي وين اختفيت؟ هاي يخرب بيتك، وشو عم تعمل تحت ظهرك؟ هات من ايدك. عساس رح تقدر تقراها؟ من وقت ما راحوا نظاراتك بالبحر ما عاد قدرت تقرا شي. وديع وديع زكاتك رالي ياها، بتعرف يعني انا عيوني ما عاد تشوف الخطوط الصغيره ولا حتى الكبيره. هذا لقلك هاب رالك الجريده كلها ولا بس العناوين؟ لا بس العناوين، مكتوب مبين من عنوانه. دوله الخلافه تفرض الفيزا على الراغبين بدخول اراضيها، وذلك في خطه منها لاظهار حسن النيه تجاه المجتمع الدولي ولمنع دخول الإرهابيين إلى أراضيها. يا حرام راحت على السياح. هات اللي بعده. السيدة الأولى في سوريا تفوز بلقب أفضل صوت في برنامج ذا فويس عن خطبتها العصماء وين كنا وين صرنا. إيه ويحق لها غيره. الاتحاد الأوروبي يضع خطة لاستقبال نحو 23 مليون لاجئ بحلول عام 2027، وذلك لك 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 يخرب بيتك. شو عم تحكي انت؟ لك شبك هات الجريدة بإيدك. هاتها لك هاتها هاتها يلعن ابو الاخبار على ابو الجرايد. تعرف عمي ابو النوس شو؟ انا حاسس انه طلعنا الثورة على الفاضي. اوف كيف بقى؟ طلبنا بالحرية وما أخذناها، لسه صرنا بقيود أكتر. طلبنا بمحاربة الفساد، لسه الفساد صار أكتر. وطلعوا هدول يلي عم بيحكوا باسمنا أضرب من اللي قبلهم. طلبنا بالعيشة الكريمة، زلينا أكتر وتبهدلنا أكتر وتشرشحنا أكتر وأكتر. لك يا قوم قوم حاجتك تراجيديا. طب شو رأيك اثبت لك انك ما طلعت ثورة على الفاضي؟ شلون؟
هلا انت طالبت بالحريه صح؟ صح. ايه بس ما حددت اذا هي تجي لعندك ولا انت اللي تروح لعندها. شلون يعني؟ يعني انت اخذت حريتك بس بطريقه اخرى، الا وهي انه انت اللي رحت لعندها. ولا تقول لي لا، هلا فيك تطلع وين ما بدك وتحكي عن مين ما بدك وشو ما بدك. انت طلبت بمحاربه الفساد صح؟ صح. البلد اللي قاعد فيه لا تقنعني انه فيها فساد رجاء، يعني بليز، ولا حدا فيه يحكي كلمه وحده عليها بالعاطل. انت طلبت بالعيشه الكريمه، ليك الدوله عم تصرف لك راتب، عم يكفيك حق اكلك وشربك ولبسك يا سيدي ورفاهيتك كمان. لا تقول لي بس لساتنا هنيك. طبعا يا ابو النوس، انت برايك شو هو الحل لهي المأساة؟ طب انا رح جاوبك بسؤال. من وقت ما بلشت الثوره لحد هي اللحظه قديش في غربه دخلوا على البلد؟ هو كثير. بس شو علاقه السؤال بالحل؟ الحل انهم يحلوا عنا بقى ويتركونا بحالنا. لانه من وقت ما حلوا البلد واستحلوها وحطوا اصابيعهم فيها، لك تفسخنا، تحللنا، ما عم نعرف كيف نعيش. مليون شهيد، مليون معتقل، ملايين المهجرين والنازحين، دم، خراب، قتل، موت، حزن، بكى، دمار، عقد عقد عقد، لك صار بدنا بس عقده وحده منه تنحل. سلامتك عم يا بنوس، سلامتك. اخ ظهري يا بنوس، انا كم مره قلت لك لا تأوفر، سنك ما عاد يسمح لك بالأوفرة. ألا ليت الشباب يعود يوما. يا شباب الثورة هيا وانطلق يا مركبي للأراضي اليونانية، أنا أصلي أجنبي. شكراً جزيلاً ليوسف بكر ومحمود بكر. ضيوفنا أدلوا اليوم بدلوهم وأقسموا أنهم يريدون وطناً لا يقتل فيه أحد أحد. بعضهم أراد مسح شفيرة الحرب، جميعهم تمنوا زرع الحب، صرخوا فلا تعاتبوهم إذا لم يروا في الحياة إلا وجهاً جميلاً جميلاً جميلاً. رسموا سوريا وشيدوا لها مدناً، سردوا حكاياتهم ووعدونا بالبقاء، وحتماً سوف يتحقق الوعد وسنستمع حينها إلى بقية الحكاية. فأصواتهم مهما اختلفت لن تفسد للود قضية. نأمل أن تجد صداً لأجل حل لخمس سنوات من التشريد والجوع، لخمس سنوات من الحرب والدمار، لخمس سنوات من الدمع والدم. فلا حل للمأساة السورية إلا بهم، لا حل للمأساة السورية إلا بهم. وهم يصرخون اليوم، خمس سنوات وكفى. شكراً لجميع ضيوفنا الكرام، شكراً للشباب الذي حضر معنا اليوم بعد فوزه في مسابقتنا الإلكترونية، شكراً لكل من شارك في مسابقتنا الإلكترونية، شكراً للحضور الكريم، شكراً لكم على حسن المتابعة. على نغمات الأمل لكورال موزايك نودعكم، لنلقاكم إن شاء الله في مناظرتنا القادمة. حتى ذلك الحين يمكنكم التواصل معنا عبر مواقعنا على تويتر وفيسبوك مناظرة.com. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. لا 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 لا
الشمس ما بتغيب لا مالي ولو لالي على حبك ما في حبيب بكتب اسمك يا بلادي عالشمس ما بتغيب لا مالي ولو لالي على حبك ما في حبيب لا 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 عالي وسيوف تلالي شمسك ما تغيب مالي ولو لادي على حبك ما في حبيب بكتب اسمك يا بلادي عالشمس ما بتغيب لا مالي ولو لادي على حبك ما في حبيب مزروعة من صغار عالبرج العالي والسيوف تلالي وسطو الخيالي وشمسك ما تغيب لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب اكتب اسمك يا بلادي عالشمس ما بتغيب لا مالي ولا لا حل مأساة السوء